احنا درنا الوقفه الاحتجاجيه هذه نطالبوا بالفيدراليه الوطنيه هذه تكون هنا في المكتب ويكون مكتب ولائي في ولايه ميلا، وحنا مع الفيدراليه وما دابنا تكون شفافيه وما يكونش اقصاء وتهميش لولايه ميلا ومدينه ميلا. جات تاسس هنا فيدراليه وواحد ما على باله، سي بور سا صرات بالسبت، كانت راح تترسم وكانت راح تترسم بصح بسناها على جلت هذه. ها هو فئه من الناس واحد ما على باله، ها من الناس بكل هنا واحد ما على باله، اعطيهم الوقت يشاركوا كما نقولوا حنا يديروا ومن حقهم يفوطيو. هنا واحد من حقه باش يفوطي، كيفاش راح تكون شفافيه هذه؟ حنا لونسيو لا دات تاع اللقاء وراهم عندهم الوقت باه يخلصوا الاشتراك تاعهم، وندعوهم من خلال الشروق انهم يجيو يتفضلوا يروحوا يخلصوا الاشتراك ويديروا التسجيلات في الانترنت، راهو السيت 24/24 وما نقصيو حتى واحد. بخصوص الجهويه ما كانش فيها جهويه، كاين فيها الاصلح والانسب للمنصب يتفضل.